أحسن الله إليكم. ماذا يفعل وما السنة لمن حاذ الحجر الأسود وكذلك لمن صعد الصفا والمروة، وماذا يقال على الصفا والمروة؟ السنة إذا حاذ الحجر الأسود وهو يطوف إنه يستلمه ويقبله إذا تمكن، يستلمه بيده ويقبله بفمه إذا تمكن من ذلك، فإن لم يتمكن فإنه يشير إليه، إن تمكن أن يستلمه بشيء أو بآلة لا يضر بها أحدا فإنه يستلمه بالعصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب كان يستلم الحجر بالمحجن. أما إذا لم يستطع استلامه بيده ولا بآلة معه فإنه يشير إليه، يشير إليه إذا حاذاه في طوافه ويكبر. وأما على الصفا فالواجب أن يستكمل ما بين الصفا والمروة في السعي، لا يترك مساحة ما بين الصفا والمروة في السعي. وأما الصعود على الصفا والمروة فهو سنة وليس واجبا، والذي يقوله على الصفا والمروة أن يهلل الله ويكبره ويسبحه، يستقبل الكعبة المشرفة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رافعا يديه، يرفع يديه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، على الصفا والمروة، هذا سنة وليس واجبا. نعم.